وصار السياسيون ينطقون بكلمات فيها من الجسارة ما فيها، حتى أنهم يقولون للناس على مرأى ومسمع منهم: كلنا فاسدون، كلنا سراق، كلنا لا نصلح أن نقود العراق. ومع ذلك لا زالوا مهيمنين على خيرات البلاد. وليس ذلك فقط، بل إن المؤسسات والمرجعيات الدينية قدمت لهم دعمها الكامل طوال تلك السنين. والذي يدمي القلب ويندى له الجبين أنهم يصرحون بذلك على المنابر وأثناء محاضراتهم، فصاروا بعد ذلك يأتون بأفسد الناس وأكثرهم شراً، بل ويستهزئون بعقول الناس، حتى أنهم صاروا يغيرون تسميات الأحزاب مع بقاء الوجوه نفسها، رامين فسادهم على تلك التسميات على أساس أن الفساد كله كان بسبب تلك التسميات. فشكلوا مئات الأحزاب، وكل حزب بما لديهم من مشروع وخطط لسرقة البلاد فرحون. ولم يكتفوا بذلك فقط، بل إنهم أعطوا مما هو حق للشعب لدول أخرى، وتنازلوا على أراض وحقول نفط لها سعيا لإرضائها وكسبا لودها في سبيل أن يجلسوا على كرسي الحكم ما استطاعوا. فمن كان فقيرا أصبح من أغنياء العالم.